بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. إن قوما جعلوا آلهتهم لغيرهم فنهاكم الله أن تكونوا أمثالهم، فقال لا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. هؤلاء الذين جعلوا أعمارهم لغيرهم لمنصب أو أهل أو مال أو ولد أو عشيرة أو رغبات أخرى يتقاتل الناس من أجلها، نهاكم الله أن تنفقوا أعظم ما أعطاكم الله العمر، نهاكم الله أن تنفقوا أعماركم في غير طاعته، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. نسوا أن يعملوا بآخرتهم، نسوا أن يأخذوا نصيبهم من الحياة، فالحياة حياة القلوب، وإنما تحيا القلوب بالوحي المنزل من عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. إنما تحيا القلوب بالإيمان الصافي الذي تضمنه القرآن، الذي يسمو فوق كل منهج واعتقاد مخالف، سموا يدركه كل من ذاق طعم الحياة، كل من ذاق طعم الإيمان ورضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا، يدركه كل من قارن ما تضمنه القرآن من العقائد الصافية الوحية السامية العلية وبين سائر عقائد الأمم، ممن ينتسب إلى كتاب وممن لا ينتسب إلى كتاب، من عباد الأوثان أو عباد الطواغيت أو من يلحد فينكر الوحدانية ووجود الله عز وجل، أو ينكر رسالة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولنتأمل في آية من كتاب الله عز وجل
قليلة الألفاظ عظيمة المعاني، لندري كيف تحيا تحيا القلوب بآيات الله عز وجل، وكيف ترتبط آيات القرآن بواقع البشر أينما كان في أي زمن كان يحتاجون إليه على الدوام. قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. كلمات معدودات تضمنت أسس الاعتقاد بالوحدانية والربوبية والألوهية، وكذلك في إثبات القدر، وكذلك في إثبات النبوة والرسالة، وإثبات المعاد، مهمات حياة الإنسان، أعني حياة قلبه، مذكورة في كلمات معجزة مبهرة للعقول. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. الرسول صلى الله عليه وسلم مع جميع المخلوقين لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، كما قال الله عز وجل: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وتأمل تجد هذه الحقائق كالشمس سطوعا ووضوحا، فهل يملك أحد من البشر لحظة وجوده في هذه الحياة؟ هل جئنا اختيارا أم جئنا كرما؟ لا نملك إلا أن أوتي بنا، لا نملك وجودنا في الحياة لا اللحظة التي ولدنا فيها وقبلها اللحظة التي التقى فيها الحيوان المنوي بالبويضة ليتكون كل واحد منا بلا قدرة بلا عقل بلا سمع بلا بصر بلا إحساس، ليس شيئا مذكورا لا أهين كما وصف الله عز وجل. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى، ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ سبحانك وبحمدك لا. هل تتذكر هذه اللحظات؟ هل كنت تدرك شيئا منها؟ هل كانت والدتك أو والدك يدرك هذه اللحظات أو يصنع فيها شيئا؟ هل كان الآباء والأجداد يدركون؟ حتى الرسول صلى الله عليه وسلم كان كذلك، وأنبياء الله ورسله جميعا كان كذلك، كانوا ماء وطينا، كلنا كنا كذلك. فأنا نملك لحظة وجودنا ولحظة رحيلنا، لا نملك أيضا لحظة الموت، تأتي بغتة تأتي رغما عنا. لو يملك الناس أن يدفعوا عن أنفسهم الموت لما مات أحد، ولكنه كرم بيد سواك لا تدري متى يغشاك. وأما فيما بين البداية والنهاية، أعني في هذه الدنيا، فهل تملك دق قلبك؟ هل تملك جريان الدم في عروقك؟ هل تملك حتى سرعة جريان الدم في هذه العروق؟ هل تستطيع أن توطئها أو تسرعها أو تتحكم في شيء من أجزاء جسمك الذي تحدث فيه ملايين التفاعلات
في الثانية الواحدة نحن لا نعرف عنها شيئا. يحدث خلل في بعضها فنبرد، يحدث خلل في بعض الآخر فنصاب بأنواع من العلل والجراحات وأنواع من الآلام، وتحدث تفاعلات أخرى نجد فيها لذة، نجد فيها راحة وسرورا، ونجد فيها ما يكاد الناس يقتل بعضهم بعضا من أجله، بل هم يفعلون. يجدون لذة الطعام، لذة الشراب، لذة الجنس، لذة التملك، كلها أشياء تحدث لم تكن فينا، لا نملك لأنفسنا نفع ولا ضر. ثم النشوز، كما جئنا كرها نبعث كذلك، نقوم كذلك من القبور. هكذا أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، أي لكن ما شاء الله أن يصيبني من نفع أو ضر فإنه يصيبني، أو أن يكون الاستثناء متصلا، أنا لا أملك نفعا ولا ضرا لكني آخذ بأسباب النفع والضر ولن أنتفع من ذلك بجلب نفع أو أدفع عن نفسي ضرا إلا بمشيئة الله عز وجل. والأول أظهر، لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا لكن ما شاء الله أن يصيبني من نفع أو ضر هو سبحانه وتعالى الذي يفعل ذلك. فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر الله به، فخرج على الصفا ونادى: يا معشر قريش، أنقذوا أنفسكم من النار، لا أملك لكم من الله شيئا. ثم خصص: يا بني عبد المطلب، قال يا بني عبد مناف، يا بني هاشم، يا عبد المطلب، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا فاطمة بنت محمد، سليمي لله ما شئت، لا أغني عندي من الله شيئا. تأمل هذه العقيدة الواضحة الجلية السامية أن الله وحده الذي يملك النفع والضر، وقارن بينها وبين عقائد أهل الملل ممن يعتقد لكل شيء يطلبه الإنسان من نفع أو ينفعه من ضر إلها يعبد، فهذا إله للأرض وذاك إله للسماء وذاك إله للمطر وذاك إله للخصم وذاك إله للحب وذاك إله للولادة وذاك عجل يعبد يعتقد فيه الأساطير. وهذه أثر الفراعنة والرومان واليونان تثبت كيف كانت عقول البشر بعيدا عن هذه العقيدة السامية في أن الله وحده الذي يملك النفع والضر. وبالتالي فلا يجوز أن يسأل أحد سواك جلب نفع أو دفع ضر، كما قال الله عز وجل: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وتأمل هذه العقائد الفاسدة التي تسربت إلى أناس ينتسبون إلى هذا الدين لكنهم لم يداووا أمراض قلوبهم بالقرآن العظيم ولم يفهموا معانيه ولم يتدبروا ما فيه. تأمل في من يعتقد أن الكون يدبره أقطاب أربعة أو أولياء سبعة أو أئمة اثنى عشر، كل منهم له نصيب من الكون، وبعضهم يعتقد أنهم شركة، بل كل ذرة من ذرات الوجود عندهم تحت سلطان المجتمعين. ما يعتقد الرافضة في أئمتهم
أن له سلطان على كل ذرة الكون، فسبحان الله. فما بقي بعد ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام ولأهل الأنبياء في زعمهم، وما يبقى لله بعد ذلك؟ نعوذ بالله من الضلال. وهكذا لجأوا إليه وإلى قبورهم، طافوا حولها وصاروا يدعونه من دون الله ويطلبون قضاء الحاجات وكشف الكربات. ومن الله على أهل التوحيد والإيمان بالعقيدة الصافية الواضحة النقية. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. فمشيئة الله هي الموجبة، كسبنا لا يوجب، أعمالنا لا توجب نتائجها، الأسباب لا توجب النتائج. كم أخذ الواحد منا بالأسباب لكنه لا يصل إلى ما يريد، كم من أمور جاءته ميسرة لم يأخذ بأسبابها ولم يسع إليها. وإن كان الواجب ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن لله ولا تعبث، لكن لا تعتقد في الأسباب ولا تعتقد في نفسك ولا تظن أن تدبيرك وعقلك وفكرك وجهدك هو الذي أوجب لك الخير أو دفع عنك الشر، إنما ذلك لله. ونحن والله في هذه الفتن وهذه البلايا الحاصلة والمتوقعة التي تمثل أخطاراً على مجتمعاتنا وعلى بلادنا وعلى أمتنا ككل، نحتاج أشد الحاجة في أن نستحضر ذلك، أن نستحضر أننا لا نملك لأنفسنا نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. نأخذ بالأسباب ولكننا على يقين من أن الله عز وجل هو خالق الأسباب ومدبر الأمر، مدبر الأمر من السبب، مدبر الأمر ما من شفيع إلا بتقديره. لذا نتوكل عليه وحده، نستعين به وحده، نعمل له وحده، نريده، نحبه، نخلص له، نخضع له، نذل له، ننكسر له، نعلم عزانا وفقرانا. ونعلم ان البشر كذلك لا يملكون، اذا كنا لا نملكه لانفسنا فانا نملكه لغيرنا، اذا كان النفس لا يملكه احد لك ولا تملكه انت لاحد، فلماذا ترضى الناس؟ لماذا تعمل من اجله؟ لماذا تريد مدحهم او تخاف ربهم؟ قد يقدر الله سبحانه وتعالى على عباده من الاسباب المكروهه التي تؤلمهم ما يدفعهم دفعا الى ما يحبه عز وجل من ان يتعلقوا به وحده وان يخلصوا له وحده. عندما يصل الحال للانسان الى ان يعلم ان مادحه وذامه لا يملكون له نفعا ولا ضرا، عند ذلك لا يعلم بمدح او ذم، وانما يرضي ربه عز وجل، يشخص ويرتفع عن الماء والطين، عن نفسه وعن غيره. يتذكر لحظات البدايه لكل هؤلاء الذين يوافقونك والذين يخالفونك، الذين يمدحونك والذين يذمونك، الذين يرضون عنك والذين يصحون عليك. باب عظيم، ثم مآلهم الى مثل ذلك مره اخرى الى التراب. ارتفع عن الماء والطين الى من جعل من الماء والطين هذا البشر السوي سبحانه وبحمده، واعمل لارضائه دون من سواه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ارضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس، ومن ارضى الناس بسخط الله سخط الله عليه
وأسقط عليه الناس. فابتغي فضلا من ربك ولوحدك ولا تتوكل إلا عليه ولا تشهد النعم إلا منه. وأما البشر فمجرد أسباب تشكره كأسباب إن أسدوا إليك معروفا، فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا يشكر الناس. ولكن تعلم أن الله الذي تطير الأسباب. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. إذا الرسول صلى الله عليه وسلم لا أعلم الغيب، انفرد الرب سبحانه وتعالى بذلك. فهذه كلها من أدلة التوحيد البابرة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم خير الخليقة لا يعلم الغيب، كما قال عز وجل وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في السماوات وما في الأرض. قال عز وجل وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذه العقيدة الثانية، هذه العقيدة العظيمة التي تنافي عقائد أهل البدع، التي تنسفها في الحقيقة نسفة ممن يعتقد أن الأولياء فضلا عن الأنبياء يعلمون الغيب. وربما قال بعضهم لقد قابلني مرة أحد منهم فقال بل الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب حتى رفعت يده الساعة. حكمهم القرآن ينص على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم، كما قال عز وجل يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله. هكذا كان الكلام غاية في الوضوح. وإذا الرجل يقول بل يعلمها ولكنه يتواضع، هو عليه الصلاة والسلام يسأله جبريل عن الساعة فيقول هو المسؤول عنها بأعلم من الساعة ولكن أحدثك عن أمارتها في خمس لا يعلمهن إلا الله وتلا إن الله عنده علم الساعة. قال أبتلى الأمل مربتها واضطر الرفاة الغراب العالة لعشها فطاولون في البنيان واضطر الصوم البكم ملوك الأرض. والإشارة في الحديث إلى قوله عز وجل إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وهذا يصادم عقائد الرافضة من الشيعة وغيرهم، وعقائد غيرهم الذين يظنون أن الأولياء عندهم علم الجفر الذي يعتقدون به أنهم يعلمون الغيب ويعلمون كل ما هو آت وكل ما هو كائن. أن من تدبر القرآن وجد العقيدة الناصعة التي تدل على انفراد الرب سبحانه وتعالى بصفة العلم وعلم غيب السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة سبحانه وبحمده، هذا السمو وهذا الرقي تأخذه من كلمات قليلات لكنها مباركات عظيمة الأثر في نفس الإنسان، ثمرة الإيمان لأن الله وحده الذي يعلم الغيب عندما ترتب عندما تأخذ بالأسباب لا تظن أنك بالتأكيد كنت محسنا في التقدير، لا تظن أن غدا لا بد أن يكون كما ظننت، لذا تصيب أحيانا وتخطئ أحيانا، يترتب على ذلك الخطأ أن يصيب كما يسوق. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم أصاب كما يسوق،
فلو قلت على الغيب ما استكبرت من الخلق وما مسني سوء. احيانا يتضح للانسان انه كان يريد خيرا واذا بخير اكثر قد فاته، واحيانا يريد دفع شر ويتصرف تصرفا يجلب له نفعا ويدفعه ضرا وسوءا فيما يظن، فاذا به يحصل به السوء. فليوقن انه لا يعلم الغيب، ثمره هذا ان يفوض الى الله وان يتوكل على الله حتى في ثبات قلبه على الدين والايمان. انما وسع ربنا كل شيء علما، كما قال شعيب عليه السلام: قد افترينا على الله كذبا ان عدنا في ملتكم بعد ان نجانا الله منها، وما يكون لنا ان نعود فيها الا ان يشاء الله ربنا. وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين. تامل هذه البينات الرائعات المبهرات للقلوب. انما نجانا الله عز وجل من دين الكفر، انما نجانا الله بفضله من الشرك. اقراننا في اماكن اخرى من العالم لعقول أعطيت لهم مثل ما أعطيت لنا العقول والأسماع والأبصار، لكنهم لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. جعلهم الله كما وصف أولئك كالأنعام بل هم أضل، منهم من يعبد حجرا، منهم من يعبد شجرا، منهم من يعبد قبرا، منهم من يعبد عجلا او ثعبانا او شمسا او قمرا او صليبا او وثبا. وعافانا الله من ذلك. لعل العقول هي العقول تدرك من الدنيا ما تدركه عقولنا وربما زياده. وسبحان الله، حتى هذه انما هي مع جنوده ومنته، حتى الثبات على الدين بعد ان نجانا الله منها، وما يكون لنا ان نعود فيها الا ان يشاء الله ربنا. اذا نحن في مخطط، نحن في خطر، نحن لا نملك قلوبنا. لذا كان قول النبي عليه الصلاه والسلام: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. واسع ربنا كل شيء علما، نحن لا ندري ما يكون في رد. على الله توكلنا، توكلنا في الثبات على الدين الى ان نلقى الله. ليس فقط في امر الرزق، التوكل على الله في امر العباده، في امر التوحيد، في امر الثبات على الدين الى الممات، في امر تعبيد الناس لربهم. ان تعبد ربك وان تعبد الناس لربهم. اتظن انك بدعوتك او بعلمك او بتعليمك او بذكرك انت الذي تصنع، انت تكسب، انت تفعل ولكن لا توجب، انت لا تملك هدايه ولا تملك ضلاله. رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يملك بعبده الذي يحب هدايته ان ينطق كلمه لا اله الا الله. عاده في مرضه الذي مات فيه فيقول وقد حاطه ودفع عنه: يا عم قل لا اله الا الله كلمه احاج لك بها الى الله. على راسه اصدقاء السوء ابو جهل عبد الله بن اميه يقولان له: اتغرر عن مله عبد المطلب؟ فاعاد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعاد، فكان اخر ما قال: هو على مله عبد المطلب. يعني قال: انا على مله عبد المطلب. ومات على ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لاستغفرن لك ما لم انه عنك. وبعد سنوات
نزل قول الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. والله لا تملك إلا أنت أحد. القلوب تتقلب هذا يعجب بقولك اليوم وأسقطه غدا، يرضى عنك اليوم وأسقطه غدا، يسقط عليك اليوم ويرضاه غدا. تتقلب القلوب. ولو كنت أعلم الغيب ما استكثرت من الخلق وما مسني سوء. مس الرسول صلى الله عليه وسلم ما مسه. نعم جرح في وجنته عليه الصلاة والسلام، في وجهه كسرت رباعيته، وقع في الحفرة التي حفرها له المشركون كادوا أن يقتلوه. وفي موقف آخر وضعوا سلا جزور بني فلان على عاتقه ورأسه وقالوا صدره وهو زاهد عند الكعبة، وذهب إلى الطرف يدعوه إلى الله فأغروا به سفهاءهم وصبيانهم وعبيدهم يشتمون يسبون يطعنون فيه يضربونه بالحجارة، وهو ينصرف وحيدا منكسرا لله عز وجل لم يستفق إلا بقرن الثعالب. ويأتيه جبريل ومعه ملك الجبال يستخلفه فيه بعد أن لقي منه ما لقي. لو أراد أن يطبق عليه الأخشبين لفعل، لكنه الرسول رؤوف رحيم، لكنه الرحمة للعالمين. يقول بل نستخفي بهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم لم يعبده لا يشرك به شيئا. وقد كان وصار هؤلاء الذين ردوه وآذوه صاروا بعد ذلك هم وأبناؤهم وأبناء أبنائهم إلى اليوم من أهل الإسلام ومن جند أهل الإسلام. والله لك الحمد لنتعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم الرحمة والرأفة وحب الخير للناس. إذا كان هذا العمل آذوه من المشركين فكيف إخوة الإسلام من المسلمين؟ وكيف لمراعاة حقوقهم المعظمة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لذا نتعبد لله دائما بأن نبحث عن تعظيم حرمة المسلمين وأداء حقوقهم والحرص عليهم في دينهم وفي دنياهم في دمائهم وأرواحهم وأعراضهم وأبضاعهم وأموالهم وعقولهم. نحرص عليهم نكون سنيين بصدق كما قال الله عز وجل في بيان صفة الرسول صلى الله عليه وسلم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. وهي امتنا امر رجل يعز فيه اهل الطاعه ويهدى فيه اهل المعصيه ويطلب فيه اهل الامر ويركع فيه اهل المنكر. اقول قولي هذا واستغفر الله لي. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: قل لا أملك لنفس نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب ما استكثرت من الخلق وما مسني سوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون.
هذا الإيمان باليوم الآخر، هذه النذارة والبشارة، مهمة الرسول عليه الصلاة والسلام، نذير وبشير، سرار مبين، عبد ورسول يهدي به الله عز وجل من شاء ويخرج به ثم بمن اتبع من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جو الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ذكر الإيمان باليوم الآخر من خلال الإشارات والنذار، فهناك أخبار قادمة أخطر من كل ما نتهدد به من أخطار. الأخطار القادمة الموت وما بعده، والقيامة أهوالها، ومصير الواحد منا لم يتحقق بعد. في حسنا وإدراكنا فنحن لا ندري أين نكون غدا، أمن أهل الجنة أم من أهل النار، وهو مقدر عند الله عز وجل. من أجل ذلك ود من ودت من الصالحين أنه كان شجرة قضت، ود من ودت فقال يا ليت أمي لم تلدني، لو أنه يقف لحظة لا يدري أيؤمر به إلى الجنة أو يؤمر به إلى النار، ويمكنه أن يكون ترابا قبل أن يعلم، لاختار ذلك من شدة الخوف من الإنذار مما ينذر به، مع أنه في الحقيقة مبشر بأنواع الخيرات، ولكن نذير وبشير بدأ بالنذار، لأن النفوس تطغى وتنسى. ولذلك كان السلف رضوان الله عليهم يرجحون جانب الخوف طول الحياة، أما إذا كان عند الموت والاحتضار وكذا عند المرض تبشير، لا الصحابة رضي الله عنهم يبشرون من يحتضر منهم بما لهم من السفر وبما لهم من الخير، يبشرون عمر رضي الله عنه سمكا في الإسلام، نهاية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عبد رابط، ثم ولي من الخلافة ما شهد له النبي صلى الله عليه وسلم فيها من رشد، خليفة الراشد، ثم شهادة. فيقول عمر لابن عباس وددت أني خرجت من هذه الفاجعة لا دي ولا أنا، فماذا نصنع نحن عباد الله؟ ماذا نصنع نحن إذا كان عمر يود لو خرج منها كفافا لا له ولا أنا؟ نسأل الله العافية. إنما ينتفع بهذا النور والهدى في القرآن العظيم المؤمنون، إنما ينتفع بالبذارة والبشارة قوم يؤمنون، إنما أنا نذير وبشير، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فبالإيمان بالقرآن العظيم وبالاقتراب منه بتلاوته وفهم معانيه من خلال تفسيره ثم من خلال تدبر آياته نصل إلى ما نريد من العمل به ومن الدعوة إليه ومن الدعوة منه. فكلمات الله نور لا تماثلها نور، وهداية لا تماثلها هداية، وأدنى مقارنة تجعلك توقن أن ما بين عقيدة أهل الإسلام المستفادة من القرآن وبين ما يخالفها أكثر مما
بين الثريا والثرى أكثر بكثير. والله لك الحمد على نعمة الإسلام. لا بد وأن نعلم إخوة الإسلام أن اتباعنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقة الدعوة إلى الله بهذا القرآن العظيم كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام في خطبه يذكر الناس بآيات القرآن ويداوي أمراض القلوب وأمراض الأمم والشعوب والمجتمعات بالقرآن العظيم. مصداق قول الله عز وجل والمنزل ذا القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزال الظالمين إلا خسارا. حاجتنا إلى الشفاء في ذلك هو نجاح ما نصل إليه ما نريده ونعمل من أجل إصلاح مجتمعنا إصلاح بلادنا إصلاح أمتنا وإنقاذها من الأخطار التي تتعددها. نسأل الله أن يعافي المسلمين من كل بلاء. اللهم أعز المسلمين من الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم من أراد أن الإسلام والمسلمين من سوء فجعل كلامه في نحره وجعل تدميره تدميرا لا تدع لك علي ولا العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا وصلنا على عدوك وعدونا واهدنا سبل السلام واخرجنا من الظلمات إلى النور واجعلنا من هذا المبتدئ. اللهم اغفر قلوبنا خيارنا فلا تؤذن قلوبنا شرارنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك وآمن بك واتبع رضاك. ربنا آتنا في لدنك رحمة واهد لنا من أمرنا رشدا. ربنا إنا ولا تعن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وانكرنا لنا ولا تنكر علينا واهدنا ولا تستهزئ بذلك وانصرنا على من هو علينا. اللهم اجعلنا لك شفاعا لك ذكارين لك مطوعين لك رهابين لك مخبتين إليك أوائل المؤمنين. تقبل توبتنا وانصر توبتنا ثبت عدتنا واجب دعوتنا واهد قلوبنا سدد ألسنتنا واسلم استقامتنا وسلطنا. قل ربنا استغفر الله.